في ظل الاسعار دي الكفته عند ناجي سعودي اللي في ميدان الجيش في العباسيه الكيلو ب 300 جنيه تعالوا ندوقها ونشوف عامله ازاي. حصل مكرمل والصوص اللي جوه والحكايه ايه واسعة الحكاية بتوسع مننا يا جماعة. كبابجي بالنكهة الشعبية الحلوة اللي هي ايه كده يعني دي. احنا بنتكلم في كبابجي عمره النهاردة حوالي 43 سنة. 43 سنة جزارة ومحل بتاع اكل بيعمل كباب وكفتة وريش وفليتو مشوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من ميدان الجيش من العباسية. عارفين بقى الكبابجية بتوع زمان؟ كبابجي بالنكهة الشعبية الحلوة اللي هي ايه كده يعني دي. احنا بنتكلم في كبابجي عمره النهاردة حوالي 43 سنة. 43 سنة جزارة ومحل بتاع أكل بيعمل كباب وكفتة وريش وفليتو مشوي. وقال لي حط تحت كلمة فليتو مشوي دي 20 خط مش عارف ليه. وحمام وطواجن وبتاع. فهو اللطيف دايما من في المحلات اللي هي بتقدم المشويات والكلام ده لما يكون جزارة أصلا فبنسبة كبيرة جدا الأكل بيكون حلو. طبعا أنا النهاردة جاي على ميدان الجيش العباسية عند أولاد ناجي سعودي 43 سنة من الحاج للأبناء اللي هم قاعدين دلوقتي. استاذ احمد مستنيني وهو اللي هيورينا كل حاجه. ومعانا بقى النهارده طبعا بقى ايه صديقي واخويا الكبير عم رامي. مساء الفل يا رجاله. عامل ايه يا كبير؟ مساء الفل يا حبيبي. لو طبعا انتوا بقى رامي جه معايا قبل كده في فيديو هو صديقي طبعا. لو الناس بقى القديمه بقى اللي هي جيلنا اللي هم عندهم 22 سنه و23 سنه دلوقتي طبعا انا بكذب طبعا اكيد هيفتكروا ان كان في مطعم جامد جدا زمان اسمه ارزاق الكوثر اكيد بقى كلنا عارفينه اللي كان بيعمل كشري وفول في نفس الوقت وشاورما وفراخ مشوي. كان في لخبطه لخبطه هيفه بقى هيفه. عم رامي بقى هو اللي كان ارزاق الكوثر. حبيبي عم رامي. حبيبي يا شيماء يا جميل. يلا بينا. الدنيا كلها. جاهز؟ جاهز يا باشا. يلا بينا. طبعا يا جماعه احنا وصلنا ادي كده ميدان الجيش اهو قدامنا. الشارع اللي طالع على ميدان الجيش لو انت جاي من ايه؟ من باب الشعريه. تمام؟ هنيجي بقى هنا جزاره سعودي والمحل على اليمين ريستوران مشويات ناجي سعودي وعندنا الناحيه الثانيه الصاله بتاعتهم هناك برضه هي مش باينه من النور. هنروح دلوقتي ونشوفها. تعالوا بقى نخش ونشوف ايه الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كله بخير والله حبيبي. ربنا عامل ايه يا كبير؟ منذ 1980. اه يا حبيبي فوق اهو سنس 1980. عامل ايه يا كبير؟ حبيبي انت اخبارك ايه والله؟ كله تمام. الدنيا كلها نورت بيك والله. ربنا يكرمك يا محترم. الناس اللي عايز توصل هنا توصل ازاي؟ هو احنا هنا بين باب الشعريه وبين العباسيه محطه مترو ميدان الجيش. ميدان الجيش يعني اللي جاي اه يجي على محطه مترو ميدان الجيش. ولو كتبت على جي بي اس مشويات ناجي سعودي ولو دخلت على جوجل هتلاقيه موجود عندك وفي تقييمات برضه يبقى الناس تشوف التقييمات والكلام ده كله. وبتوصله؟ بنوصل. فتحنا التوصيل مدينه نصر تجمع كل حاجه في القاهره موجوده. موجود التوصيل. في رقم تليفون حافظه؟ اه في رقم. قوله بقى 012 010880. تاني بقى 012 010880. انا بتاكد لا تكون مش حافظه ولا حبيبي يا باشمهندس احمد. وانتوا هنا بتشتغلوا من الساعه كام للساعه كام؟ احنا بنشتغل يا حبيبي من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 الفجر. 4 يعني في السهره. الناس اللي بتحب صحاب المزاج بقى اللي جايين بالليل الاكل بصراحه المشويات دي ما بتاكلش بعد 12. صحاب المزاج بقى يجوا بعد الساعه 12 بقى. حبيبي يا احمد. حبيبي يا عم هشام. يلا بينا نخش نشوف الدنيا. تعالى حبيبي. يلا بينا يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الله يبارك الله ما شاء الله. الله اكبر. طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده الله اكبر الوجاء والحاجه اللي هي شكلها ايه ده فراخ الشيش كفته الضرب ايه الدنيا تمام الحمد لله النهارده ولا ايه تمام كل حاجه موجوده عندنا كويسه. اوعى اوعى يا عم الشيخ بالك قد ايه في الشغلانه دي يا شيفنا؟ 25 يا فندم. الله اكبر ربنا يديك الصحه والعافيه. هو ده بقى الفليتو اللي انت كده اه حته لحمه دي. الله اكبر. انتوا طبعا الشغل بتاعكم كله من الجزاره عندنا بيجي اه كله بلدي من الجزاره للمطعم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا بينا يا باشا. يلا حبيبي. طبعا يا جماعه بقى دي المنيو المشويات. طبعا الريش الضاني ب 660. طبعا ممكن الناس تشوف ان الرقم بقى زياده بس هو طبعا في ظل الاسعار اه مفيش حد يبيع الريش والكباب والحاجات دي بالارقام دي دلوقتي خالص طبعا لان الاسعار نفسها بقت يعني ايه ربنا يتولانا برحمته ويعين الناس اللي شغالين حتى في الانفاستري دي وفي الصناعه دي لان الاسعار بقت غاليه عليهم بكل حاجه بصراحه. الريش الضاني 660 البتلو 660 كباب الضاني كباب بتلو فليتو انتركوت الكفته الضاني ب 400 الكفته كندوز ب 300 وده سعر كويس جدا وهنجربها ونقول لكم التقييم بتاعها عامل ازاي. يعني كل المشويات موجوده هنا زي ما انتم شايفين. الفرخه الشيش عندهم ب 225 ودي حاجه برده كويسه جدا لان انت دلوقتي الفرخ عندكم فريش. عندهم طبعا وجبات من يعني من اول 85 جنيه زي ما انت عايز. الوجبات موجوده وزي ما انتم شايفين فيها حاجات لطيفه جدا واسعارها تعتبر برده كويسه. وفي بقى عندهم المحمرات بالليه لحمه محمره والسجق محمر وكبده محمره وكفته محمره والمشكل برده بيطلع على بعضه ده الكيلو 260. نجربه برده ونقول
لكم راينا ايه في ايه النهارده، والجديد بقى ايه وجبه الفريت اللي هم بيتكلموا عليها دي. وعندهم بقى حمام وبانيه وصدور وجريل. الاسعار تعتبر معقوله بالنسبه للاسعار اللي احنا بقينا فيها دلوقتي. طواجن عندهم اهو، يعني طاجن العكاوي ب 130 جنيه فعلا بجد والله. العكاوي بلدي كده كده ما فيهاش مستورد. اه العكاوي البلدي طبعا ما شاء الله. الله اكبر. دي وجبات للدايت عاملين برده. الناس مش ناسيين الناس اللي بتعمل دايت برده، ايه ستيك شرايح او بانيه مشوي او فراخ صدر، كل الحاجات دي للناس بتعمل شرايح. وفي عندهم طبعا السندوتشات اسعارها برده بتبدا معاك من 30 جنيه لغايه 50 جنيه اغلى حاجه. اللحمه المشويه والكبده المشويه الاسعار لطيفه. العيش السندوتشات دي عيش بلدي. ها اه عيش بلدي تمام. وعندهم بقى الشرب والملوخيات والسلطات والمشروبات والحاجات دي. وادي ريستوران مشويات ماجي سعودي اداره الحاج نادي سعودي ربنا يديله الصحه. وادي العناوين 241 ميدان الجيش امام مترو الجيش، 243 ميدان الجيش امام مترو الجيش برده، و228 ميدان الجيش امام مترو الجيش. ثلاث محلات اللي انا شرحت لكم عليهم في الاول. والفيسبوك بيج بتاعتهم مشويات وريستوران ناجي سعودي، وارقام التليفونات اهي اللي حابب ياخد منها سكرين شوت. في فيزا برده احنا لسه مدخلين خدمه الفيزا عشان الفيزا. لو الناس جايه معاش كاش وكده برده. اه يعني عندكم دفع بالكاش او فيزا. ممتاز ممتاز. ربنا يوفقك. يلا بينا يا صاحبي. يلا طلعنا بقى من المطعم من هناك وهنعدي الناحيه الثانيه عشان نقعد في الصاله. طبعا انت لو جاي هتقعد في الصاله هتقعد في الصاله على طول، مش محتاج انك تيجي عند المطعم هناك. بس انا ايه عشان شفنا العمل ونخش بقى نشوف الدنيا هنا. مشويات وريستوران ناجي سعودي. الله انت تاني. حبيبي عم احمد. الله اكبر. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ما شاء الله. الصاله في فوق وفي تحت طبعا. الصاله مكيفه وجميله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. السلطات بقى يا جدعان بقى ايه بتاعه المشويات اللطيفه. السلطات هنا كلها فري مع الاوردر. اه يعني السلطات بتنزل مع الاوردر فري. مع الاوردر السلطات في المراه. طب 100 والله العظيم. ايه ده انا طالع في المراه وراك اهو هشامي. حبيبي عم احمد. حبيبي عم احمد نورت اخوك. دي بقى وجبه يا جماعه شرايح الفليتو اللي ايه عم احمد عمال بيحذرني منها. دي الشرايح هي بتيجي هنا بالرز بتاعها مع بطاطس والسمبوسك ومعاها عيش وسلطات. دي حوالي وزنها قد ايه مثلا؟ ربع كيلو. ربع كيلو. دي سعرها كام؟ 130. 130 الوجبه دي كده ومعاها السلطه وال العيش والسلطات. ده طبعا الريش والكباب بتاعنا. ده بالليل بقى. ده عيش ده اه. اصل انا بحب ده. انا عاشق للليه من زمان. نيجي بقى ايه للعظمه بقى. ايه الطبق بقى اللي قدامكم ده الفشنكاح بتاعهم هنا. الطبق ده ثمنه 300 جنيه عباره عن ايه بقى؟ ثلاث قطع فراخ بانيه كبار، ده ممبار اهو، وسمبوسك وبطاطس، وفي رز بسمتي. ده ايه بقى الحاجات اللي فيه ده احمد؟ هي كفته وطرب، شيش طاووق وسجق، وبانيه وممبار وسمبوسه وبطاطس. يعني في حوالي قد ايه بروتين مثلا؟ في اكتر من كيلو. كيلو يعني كيلو مثلا بروتين. ما شاء الله. وسعره برضه عيش وسلطه. والعيش والسلطه. اه فري برضه. انا شايف ان ده طبق لو ثلاث انفار هياكلوه هيقوموا مليانين، وعيش وسلطه كل واحد دفع 100 جنيه يعني الدنيا هتبقى لطيفه. السجق طبعا بقى المشوي. السجق بقى ضاني. ضاني. اه. من عندكم انتوا اللي عاملينه في الجزار. اه احنا بنعمله. الله اكبر. وده طبعا حبيب قلبي طاجن العكاوي. انا جايبه سايبه على جنب هنا معايا عشان بعد ما اخلص اقعد انا وهو بقى نفهم ايه المشكله في ايه. وطبعا السلطات زي ما انتوا شايفين السلطات بتنزل مع اي اوردر، والعيش فور فري مع الاكل على حسب الاكل اللي انت بتطلبه. مظبوط كده؟ تمام يا حبيبي. اكيد؟ تمام. اتوكل على الله. الناس هتيجي وتشوف برضه. ان شاء الله. ربنا يوسع رزقك يا عم احمد. ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم. ايه؟ حبيبي انا شايفك قاعد ساكت. انا لسه قاعد مش عايز امد ايدي. لما تظبط الدنيا يا باشا مد ايدك. انا مستني خد كده اشوف الدنيا فين عشان اديك الموبايل تصورني. بس دوق انت وقول لنا رايك الاول. لا بس انت تبقى عند راجل، هتبقى عند كبابجي وجزار وتجرب من بره. يبقى جاي اهرج. انت جاي تهزر. انت جاي تهزر يا باشا. كده جاي تهزر. طبعا بقى ايه ابدا بايه يا عم احمد؟ ابدا بالفليتو. بالفليتو. اه كل الحته الطريه دي كده. اه انا ما بحبش الاحمر. الاحمر ده ما بحبوش ده. اه الفليتو القطعيه بتاعته كويسه، متقطع تخين حلو. وطبعا باين عليه من غير بقى ما نبدا ناكل ونعمل اي حاجه باين. بصوا اهو العمليه في السايب خالص اهو. طبعا انا هدوق الحته اللي فيها الدهون. انتوا عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ايه رايك؟ هايل. والتتبيله البلدي مفيش فتي من غير افتكاسات. اه مفيش فتي. تتبيله لحمه، انت بتاكل لحمه طعم اللحمه من غير افتكاسات. اه بتهيالي التتبيله دي ملح وفلفل وبصل وميه بصل وشويه طماطم معاهم بس كده. بس كده. وده الحلو على فكره يا جماعه والله العظيم. عشان اللحمه طعم اللحمه تبان. طعم اللحمه بالظبط. ده اللي نحاول نفهمه للناس كتير. والله هو ده. يعني انت كده بتاكل حته لحمه باينه معاك وطعمها حلو وطريه جدا جدا جدا، وباين ان الكواليتي بتاع اللحمه محترم. نخش على اللي بعده. مش عارف بقى ابدا بالمحمرات ولا ايه. بس انا قبل ما ابدا اخد حته ليا كده عشان لسه انا بحب اللي هي
في النص اكسر بيها كده الريش الضاني ده كده. الطلب ده قد ايه؟ تلت ولا نص؟ ده كده تلت النهارده في ستو... يعني ب 220 جنيه مثلا صح؟ أنا. وبينزل معاه طبعا زي ما قلت لكم الرز والسلطات. الريش طبعا بسم الله ما شاء الله من غير ما منش هتكلم يعني بايدي كده اول ما عملتها كده راح تفك كلها من بعض. اللطيف في الامر ان الحاجه هنا تقطيعتها مش رفيعه. في ناس بتتحايل عشان تطري اللحمه معاها ان تقطع بيشيلوا حته كده من الريشه ايه غير الدق طبعا اللي على الريشه الجامد عشان تفرد معاه وترقق عشان ايه ما تاخدش سوا. الاكل هنا سواء الفليتو او الريش انا شايف ان هي التقطيع بتاعتها كويسه، حته لحمه تخينه مظبوطه مليانه محمله يعني زي ما بيقولوا، في نفس الوقت طريه. بقيت برغي كتير انا عارف بس هنعمل ايه؟ اكل العيش يا جماعه. تعالوا بقى يا جماعه ندوق الطرب حبيب الملايين. منديل خفيف كمان وجميل. صباع طرب منديل زي ما انت بتقول خفيف مش مكلكع لا. فالناس اللي بتخاف تاكل طرب ان هو تقيل وتقول لك هيتعبني ومش هيتعبني، لا ده طرب لطيف لو بتحب الطرب وبتقلق من تقله فهو ده صباع طرب. ده بين البنين بين البنين طعم الطرب موجود بس في نفس الوقت هو مرققينه شويه فجاي كويس قوي. والكفته جوه حلوه بس احنا عندنا الكفته لوحدها هي دي هي اللي جوه دي غمسها بقى بالتقيل. دي الكفته الكندوز دي الكفته الكندوز ب 300 جنيه 300 جنيه كيلو بالسلطه والعيش السلطات والعيش بس دي بقى تتغمس بالطحينه ده الاتيكيت بتاعها الاتيكيت بتاعها طبعا انا فاهم بس ايه بسم الله الصنعه صنعه برضو يا جماعه مستويه لغايه يعني اخر حته فيها من جوه بس هو مظبوط. اللحمه بتعض العضه الحلوه قوي بتاعتها كفته حلوه وحلوه جدا كمان وقيمه مقابل سعر 300 جنيه كيلو فمش يعني. الفكره ان هي قيمه مقابل سعر كفته كويسه بالسعر ده فده حاجه كويسه جدا. انا بقى اجي اكل عندكم كفته من ده على طول حبيبي حاج حبيبي ربنا يكرمك. انا بقى ايه عشان انتوا عارفين ان انا مش هقدر افتح اكتر من كده بس مش هينفع بقى هنا بامانه يعني مش هينفع بقى هنا وفي عكاوي وما ادوقهاش فانتوا ايه هنخش بقى نشوف حكايه العكاوي. البصل المكرمل الجميل بصل مكرمل والصوص اللي جوه والحكايه ايه واسعه الحكايه بتوسع مننا يا جماعه. العكاوي الصغيره دي بتبقى بلدي الضخمه بقى الكبيره دي بقى بتبقى مستورده ما تدوبش برده كده برده هي على طول اهو بص 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 ما حطيتش ايدي فيها لسه ده كل ده بالشوكه وعلى ما اعتقد انا مش هنحتاج نحط لان خلاص ايه العظمه وصلت معانا خلاص هنا اهوت واحنا لسه ما عملناش حاجه. بسم الله خطيره انها حقا خطيره يا جماعه. طبعا يا جماعه ايه قبل ما اقفل بس في حاجه بتنرفزني دايما لما بقى قاعد وفي ريش عموما بقى لا لا انا حاطط عيني على دي انت حاطط ايدك على دي؟ طب خلاص مش مشكله بقى يا عم رامي معلش عشان نقفل الفيديو. طيب ماشي في حته ثانيه طيب ماشي الحته دي بقى اعظم حته في الخروف دي اهم من الريشه بقى لا في الخروف بجد يعني دي اعظم حته في الخروف واهم من الريشه عشان انا ساعات بينرفزوني ناس الاقيهم بياكلوا الحته اللي فوق ويسيبوا دي مرميه فلو هم اصحابي وحبايبي وقاعد معاهم بروح مادد ايدي على طول ايه وقيها حبيب. حبيب قلبي عم احمد ربنا يوسع رزقكم تغسلوا الدنيا يعني شهادتي هتبقى مجروحه يعني انتوا ما شاء الله اصلا يعني على وضعكم يعني من غير اي حاجه شكرا على العزومه الحلوه دي العظيم احنا اسعد ناس في الدنيا ان الراجل ده جالنا ربنا يخليك والراجل ده بص القبول كله عنده من اول ما جه ووشه ما شاء الله الله يكرمك كل قبول والله يا حبيبي نورت الدنيا كلها والله ربنا يخليك حبيبي كبير ربنا يخليك. المكان هنا يا جماعه في ميدان الجيش حقيقي قيمه مقابل سعر محترمه جدا لو احنا هنتكلم على طاجن عكاوي زي ده مليان الصغير ب 130 جنيه وخدوا بالكم طبعا يا جماعه الاسعار في ضايق تغيير لان غصب عننا طبعا الماتيريال كل يوم بيزيد بس طبعا الاسعار النهارده خصوصا اللي احنا شايفينه في السوق حوالينا بالاسعار اللي هو بيبيع بيها النهارده دي ودي الاسعار اللي معمول لها ابديت قريب فدي اسعاره كويسه جدا. الكفته ب 300 جنيه كفته محترمه طعمها كويس جدا. الريش لو انت قررت تجيب حاجه تعلى شويه برده ستيل سعرها يعتبر معقول بالنسبه للسوق وحاجه برده نظيفه وحاجه محترمه يعني احنا مش بنجيب حاجه سعرها قليل وبناخد حاجه اي كلام عشان السعر مش قد كده لا الحاجه سعرها كويس ما شاء الله ومناسب في الايام اللي احنا فيها دي وفي نفس الوقت الكواليتي عظمه. تسلم ايديكم يا رجاله حبيب سلامنا للحاج ناجي يوصل حبيبي يا باشا حبيبي يا باشا الله يكرمك يا محترم السلام عليكم.